زعلانة مني لأني ما اجيت أخدك الصبح؟ ليش لا زعلانة؟ أنت حر. إذا هيك معناتها زعلانة وزعلانة كتير. يا ستي قولي لي شو اللي بدك إياه لكفر عن هالذنب. أنا حر. أطلب إنك تكون صادق. أنا بعمري ما كنت صادق مع حدا. قصدي مثل ما أني صادق معك. يعني أنت هذه المرة ما كنت عم تبالغ؟ لما قلت لك إني بحبك. أنا كنت عم أختصر مشاعري تجاهك. نادي أنت اللي عملتيه فيني. أنا بعمري ما حسيت فيه لا مع أنس ولا مع حدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قصدي اليوم اللي ما بشوفك فيه حس في شي ناقصني. معقول نحن عم نحكي هذا الحكي بالشارع؟ يعني صرنا فرجة للي رايح واللي جاي. شو أعمل إذا ما فيني شوفك؟ وليش هون؟ قولي لي وين في جنة لأخذك؟ صراحة طارق أنا قلت لها لأختي وقالت لي إني لساتني صغيرة. أنت إمتى بصير عمرك 18 سنة؟ بعد شهرين ونص. خلص بعد شهرين ونص منلتقي. لوين رايح؟ طارق لا تخليني أركض وراك بالشارع. طارق شوفي نادية، نحن اثنين بنحب بعض والحب مو حرام. بتريدي الليلة اخطبك من اهلي؟ بتجيب اهلك معك؟ انا عايش لحالي. مالك اهل؟ طبعا لي اهل، بس في خلاف بيني وبين اخواتي، مشان هيك طلعت سكنت لحالي. وامك وابوك ما بتزورهم؟ بزورهم، حتى اخواتي بزورهم، بس هن بحالهم وانا بحالي. يعني اذا بدك تيجي تخطبني ما بيجوا معك؟ بيجوا والليلة إذا بدك. يا ريت يا طارق، بس قبل ما تتزوج أختي صعب، لأنها الكبيرة ولأني لساتني صغيرة. لسه بتقلي صغيرة؟ وإذا ما تجوزت أختك الكبيرة؟ لا، أختي السنة جاية رح تنخطب من كتب كتاب. حلو، يعني ضلني سنة شوفك بالسرقة مثل الحرامي؟ طب شو رأيك أجمعك أنت وأختي؟ تتفاهموا أنت وياها؟ مو قبل ما أتفاهم أنا وياك. إذا جبت أهلي، أهلك بيوافقوا؟ حسب ما يسألوا عنك، بس أكيد مو هلأ طارق، أكيد مو قبل البكالوريا. موافق، بس بشرط الشارع ما بقى قبلك. هاي مازن راح بحال سبيله، ما بقى في خوف عليك منه. أنت بتعرف إنه سيارة بابا انسرقت؟ شو؟ سيد ناصر، لحد هلأ ما إجاني شي بخصوص سيارتك. والله بعرف حظي، والله بعرف حظي، بس شو يعني بالأخير؟ يعني شو يعني؟ هي بدها تلتقى، بس ممكن تاخد شوية وقت. يعني احتمال اللي سرق يكون مخبيها بكراج بيته. لا ما نسيره كراج بيته، لكن اذا سرق عنده كراج معناته هو مو من مثلنا، يعني من او بعد ما خلص منها رماها بشي محل صعب تنشاف فيه. وين نزلتها يعني؟ معقول يكون زفتها بشي نهر؟ لا اذا بنهر بدها تبان. ايه وما عندنا بحيرات بالبلد كمان حتى الواحد يزتها فيها، يعني تكون غميقه تغرق فيها السياره. ابو جمال الظاهر بتشوف افلام كثيره. ايه والله، والله غصب عني الله وكيلك، لانه 100 فيش فايت بهالبيت، شي دشات شي مكاوي شي ما بعرف ايش. لك في قنوات تلفزيون الله الله، يعني شو بدي احكي الواحد؟ لك بتقيم فيلم تحط فيلم تقيم، يعني الله يكون بعون النشء الجديد. احترامي سيدي. ترى شو رايك سياده النقيب؟ سيد ناصر صاحب السياره اللي بلغتك عن سرقتها امبارح. اهلا وسهلا. علي شو ما تلقت السياره؟ لا طلع، لا والله ما تلقت. مين تلقتها؟ كنتوا شفتوني هون سيدي. هلا معقول بنتك تنزل من السياره دقيقه واحده ترجع تلاقي السياره راحت؟ لانه دقيقه واحده عم يسرق كل شيء صاير، والله العظيم عايش بهي. لا لانه كان المفتاح فيها. يعني اذا المفتاح فيها شو الحرام ناطرها لتنزل من السياره ويسرق السياره ويمشي يعني؟ والله ما بعرف، والله ما بعرف. انا شلشت يعني، انت شو تحكي لك سيدي؟ عود لشوف. انت بتشك بحدا؟ في حدا يعني ممكن يأذيك ويسرق السياره؟ يعني بلا، لا لا لا، هو انا يعني انا شك يعني مو شك يعني، وانا فكرت بس يعني انا كنت ايه عفوا كنت يعني كنت عم شك فيه. عود يعني انا كنت شك فيهم، بس يعني خلاص بعدين بطلت. لا بطلت شك فيهم، خلص بطلت. مين هدول؟ هدول كانوا رفقاتي بالوظيفه يعني، هن لا لهلا هن رفقاتي، مو انه كانوا يعني بس لهلا هن رفقاتي، وانا فكرت انه ممكن يمزحوا معي او شيء، بس بعدين شفته تاكدت انه لا ما في شيء. لا مو هن، لا ما في شيء.
أنا برأيي ما تلغي فكرة الشك، خليها قائمة، لأنه والله واحد حرام يكون هيك مارق بالصدفة ينط بالسيارة ويشغلها ويمشي، يعني ما بتركب العقل ما هيك؟ لذلك أكيد في واحد مراقبكم ومراقب السيارة. مين؟ عم تسألني إلي يا سيد نصر؟ طيب أنت أو أولادك ما لاحظتوا شي واحد بالحارة عم يراقب أو حركته مشبوهة؟ تخنقت لك مع شي حدا وتحلف لك؟ حدا تخانق مع أولادك؟ هو ما يعني ما في هيك سيدي، ما في هيك حدا يعني، ما في، ما على كل حال أنا بسأله على كل نحن اللي علينا عم نساوي، عممنا أوصاف السيارة على كل المحافظات. إيه الله يعطيكم ألف عافية، بس من شان الله هات لبوس إيدكم ما تملوا من الدور على السيارة، والله يعني ما عندي غيرها، أنتم ما شاء الله دولة وعندكم سيارات، ما أرد شيء منهم أنا، ها والله العين، يعني الله يخليكم سياراتكم، بس أنا بدي سيارتي، والله شاريها بالدين وبالتقسيط. ولا يهمك، أنا من رأيي اللي بقى ترجع لهون نهائيا، بس يصير معنا شيء نحن متلفل لك، الله معك. يعني طيب بكم شيء؟ مع السلامة. لك شيء؟ مع السلامة. بس يعني ان شاء الله ما توارثوني، الله يخليك، يعني ما بين معكم انت ممكن تلاقوها انتم للسياره، يعني مثل ما قال لك سياره العقيد ما ببين. بكون شيء؟ الله معك. السلام عليكم. مسكين يا سيدي.